أتمت في صالة الشيخ عبد الله الجابر الصباح منافسات البطولة التنشيطية للتايكوندو، والتي شهدت تكريم رئيس الاتحاد الكويتي للجودو والكاراتيه السابق الشيخ خليفة العبد الله الجابر الصباح، بالإضافة إلى تسليم كأس ودروع التفوق العام للأندية الحاصلة على كأس التفوق العام في الموسم الرياضي 2019-2020 والعديد من الفعاليات الأخرى. أقام الاتحاد الكويتي للتايكواندو بطولة تنشيطية الأولى ما بعد جائحة كوفيد-19 على صالة المغفور له الشيخ عبد الله الجابر الصباح، حيث شهدت البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعب من 10 أندية للتنافس على ميداليات هذه البطولة، كما شهدت حضور العديد من الشخصيات الرياضية وتكريم أيضا رئيس الاتحاد الكويتي والعربي السابق للتايكواندو الشيخ خليفة العبد الله الجابر الصباح، كما تم تسليم الشهادات لأعضاء الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، أيضا تم تسليم كأس ودرع التفوق العام للأندية لعام 2019-2020. بداية حبيت أشكر رئيس الاتحاد الكويتي للتايكواندو وأعضاء مجلس الإدارة على إقامتهم هذه البطولة، ونشكر الهيئة العامة لشباب الرياضة اللي سمحت لنا بإقامة هذه البطولة. كان من المقرر إقامة البطولة لمدة 4 أيام إلى 5 أيام، طبعا تعرفين الظروف اللي قاعد نمر فيها والأزمة هذه الجائحة، تقلصت إلى يومين إلى 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت يعني خليناها، والله الحمد سجلنا كانت يعني مضغوطة، لكن والله الحمد مشت البطولة والحمد لله. أنت عارف الحين البطولة مقامة حسب الشروط الصحية الكاملة، يعني الكمام الكلافز حتى الجمهور يعني منعناهم من الدخول، ما في إلا اللاعبين فقط، واللاعب يجلس عن اللاعب بعد عن اللاعب الآخر يأخذ مترين، شايف اللاعب ما ينزل إلا معاه البي سي آر، أي لاعب يجيني لازم معاه بي سي آر. الحكام يجب عليهم ارتداء الكلافز، ارتداء الكمام، وفوق هذا كله قاعد يجيبون معاهم البي سي آر من حكام من إداريين من مدربين، يعني طبقنا الشروط الصحية اللي فرضتها علينا وزارة الصحة بالكامل. طبعا اللعيبة هنشوفها احنا كاتحاد وكمنتخب ونبدأ ننقم لهم، واستعدادا للبطولات القادمة إن شاء الله بطريقة منظمة، وزي ما بيقولوا خطوة خطوة علشان نوصل للياقتهم الفنية ولياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. تقييمك للخامات الموجودة في البطولة، خاصة أن يعني نشوف إقبال كبير من الشباب لهذا البطولة؟ ما شاء الله طبعا في إقبال كبير جدا من الشباب، لأن احنا عارفين متعطشين للعبة أول حاجة. نمرة اثنين، احنا ما شاء الله دولة الكويت فيها لاعبين من أعلى اللاعبين يمكن على مستوى عالمي، ولكن ينقصنا الخبرات والتدريبات بالطرق العلمية اللي بصراحة الاتحاد الكويتي للتايكوندو من ساعة ما جه المجلس الإدارة الجديد في 2019 دي بقت البلان بتاعه، الخطة بتاعته ان احنا ازاي نوصل للعالمية، لان عندنا الخامات اوريدي، يعني لا ينقصنا شيء الا التوفيق من الله ان شاء الله، وان احنا نهتم بالنواحي العلميه والنواحي البدنيه عشان لعبتنا توصل لاعلى المستويات ان شاء الله. بالنسبه حق طبعا الاستعدادات ويا المستويات، طبعا لا اخفيك ان الجائحه اثرت على جميع اللاعبين على جميع الرياضات، فاحنا سوينا خطه استباقيه طبعا كانت عن طريق الاونلاين، المحاضرات عوضناها، ثقفنا جميع المدربين ويا الاداريين، واتجهنا على اللاعبين بالفتره مالت الجائحه، تقريبا سوينا يمكن ما يعادل من 13 الى 15 دوره عن طريق الاونلاين، فابتدينا بعدين المرحله الثانيه اللي هي تدريب مع الانديه مع المنتخب، والمرحله الاخيره ان ندخلهم منافسات، فهذه البطوله يعني تقريبا اول مؤشر لنا، فانا بوجهه نظري ان المستويات يعني تكون نازله شوي. احمد العلوش للاخبار.